السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى إخواتي. النهاردة هنلعب جراني الجزء التالت يا جماعة، ومفروض نتفرج، مش عارف هنخاف ولا لأ. أحلى لايكات بقى واشتراكات معانا في القناة. بيخاف يطلع بره. نبدأ بسم الله. مش عارف والله هي هتخوفنا النهاردة ولا ايه الدنيا، بس الجزء التالت دوت شكله صعب يا جماعة. اليوم الأول، ربنا يستر. هي من أولها حبسة، اهي من أولها حبسة، بس كويس في حاجة مرمية. ده شكله مفتاح. قول بسم الله بقى يا جماعة كده ونشوف هنخاف ولا ايه اللي هيحصل. والمشكلة ان احنا في الجزء دوت المفروض ان احنا منعملش اي صوت، يعني اي صوت بينرفزها، فعلى قد ما نقدر بقى نحاول نختفي منها عشان ما نبانش. هنشوف في سلم هنا اهو، نطلع عليه ونشوف في ايه. يلا بس ما نلاقيهاش في وشنا. كمان الباب مقفول من بداية، الباب مقفول، كل فتح الباب بقى كده الله اعلم بقى هي هتسمع ولا ايه في وشنا ولا ايه اللي هيحصل. هي هو كلها بيبان اهي، بس يا ترى بقى تبقى مقفوله ولا لا. لا ده مفتوحه والحمد لله. نقفل ورانا بقى، مش ناقصه. احنا بقى بندور على اي حاجه تخرجنا من البيت دوت. نشوف في حاجة هنا اهوت. لا مفيش، شكلنا هنطلع تاني من الأوضة. نشوف الأول بس، يمكن وقفلنا ورا البيبان. يا جماعة بيقولوا الجزء دوت مرعب مرعب مرعب، ربنا يستر. دور جاي هنا اهو فاضي، مش هيسيبوا لنا حاجة غير المفتاح اللي لقيناه تحت باين عليهم. يا جماعة قبل ما نبدأ عايزين احلى اشتراك في القناة كده اهوت واحلى لايكات عليكم، يعني الجد والجدة الاتنين عايزين يخوفونا، بس ده عايزين ياكلونا، ربنا يستر. نستخبى بقى كده لحد ما نشوف هيروحوا فين. ولو عملنا اي صوت يعني هنتشقلط هنتشقلط. يا ترى بقى تنزل لنا؟ لا كويس خرجت بره اهي. اهم حاجة بقى نلاقي اي مفاتيح، ندور في اي حاجة عشان نخرج من البيت دوت. بص كل صوت لازم تقف تستنى، كل صوت لازم تقف. نلحق نطلع بقى على فوق بدل هما الاتنين خرجوا كده. نلحق ندور بقى على اي حاجة فوق. افتح يا عم الحاج، ايه الاوض كلها مفيش غير درجين فيها ولا ايه؟ لو الدرجين فاضيين دي المدخنة. ماشي، وهنا برضو في صندوق اهو. محتاج برضو المفتاح بتاعه. طيب نقلب بقى الدنيا، بس ايه مش عايزين اي صوت يا جماعة، اوعى حد يعمل صوت. ده ايه ده الكابل؟ ماشي خليك هنا خليك هنا. Later. طب ننزل تحت نشوف اي حاجة موجودة. ايه يا جماعة ما مفضين الدنيا خالص كده وما مصعبين علينا؟ ايه ده يا جماعة؟ ايه ده هموت على ايد البيت يا بنت؟ يا بنت لازم هموت هموت يا جماعة. ده اليوم التاني يا جماعة، اليوم التاني، ربنا يستر بقى اللي هيحصل فيه. هنبدأ من أول وجديد. افتح يا عم الحاج افتح. هو ايه قافلين الباب قفلة حلوة أوي يعني. نشوف الباب ده فيه ايه. احنا جربنا الباب التاني. ايه ده ممر سري ده يا جماعة ولا ايه؟ اخواتي اللي عارف اي حاجة عن الجزء دوت كده اكتب لنا في التعليقات. يا ست اجري بقى، انت موتين اول مرة.
اللي يعرف اي حاجة يا جماعة يكتب لنا في التعليقات تحت. وده الراجل الله يرحمه، ده شكله ميت قبلينا يعني، بس في حاجة عنده ما نخش نشوف بقى عنده ايه، بس يا رب ما نتحبس. يبقى انا وهو موجودين تحت. ايه ده مفتاح، يا ترى هيوصلنا ايه المفتاح دوت؟ اهم حاجة الصوت، احنا مش عايزين اي صوت. المفتاح ده بتاع الصندوق دوت ولا الممر ده؟ لا مش بتاعه. ننزل نشوف تحت، ننزل ولا نطلع، ننزل ولا نطلع، ننزل ولا نطلع، خلينا ممكن نطلع بقى نشوف. يا لهوي دي جاية يا جماعة، دي جاية، ده أي صوت بينرفزها أو. يا ست حرام عليك، هلاقيها منك ولا منها؟ بص نزلان 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 يا جماعة نزلان. طب نخش الباب دوت ولا نخش عند القطر ولا نروح فين؟ طيب نخش الأوضة ديت كده، بس يا رب ما تلحقنا يعني. يا رب ما تلحقنا. نخش من هنا استخبى هنا اهو لحد ما نشوف هنعمل ايه. ننرفزها بقى شوية، نخليها تجري ورانا، نلحق نجري بقى قبل ما تجيلنا، نلحق نجري قبل ما تجيلنا. اهي بص يعني ورانا ورانا، مش هتسيبنا هي، هي مش هتسيبنا. نخش طب الأوضة تاني، نخش الأوضة كان يستخبى فيها لحد ما تمشي. اقفل عم الحاج قبل ما هيقلها. هو فتحت الباب، محدش يعمل صوت، بس اقفل الباب تاني. محدش يعمل صوت يا جماعة، محدش يعمل صوت. انت تفتح انا هقفل، انت هتفتح انا هقفل. يا جماعة احلى لايك بقى للقناة واحلى كومنتات كده اهو. هي كده شكلها مشيت يا جماعه، كده شكلها مشيت، بس على الله ما كنتش مستخبى لنا بقى هنا ولا هنا. طب احنا كنا تحت، احنا كنا تحت، ننزل تاني كده نشوف يمكن في اي دولاب، اي حاجه بيتفتح، اي باب بيتفتح بالمفتاح اللي معانا ده. في هنا دولاب اهو. لا الدولاب دوت ايه ده، ايه ده، ده عايز كوينات يا جماعه، حد معاه فكه؟ يا لهوي انت نزلت تحت برضه بتسخنتنا تحت. هو المخرج من تحت ولا ايه من البيت دوت؟ تعالى نطلع بقى فوق باين عليها، بدل هي تحت نطلع احنا فوق. صلى لما نقابل الجد بقى فوق. خش الاوضه دي، خش الاوضه دي، نستخبى تحت السرير، نستخبى ونشوف. ايه يا ست احنا هنفضل مستخبيين كتير ولا ايه؟ جيراني جيراني، يا لهوي سمعتنا ولا ايه؟ سمعتنا يا جماعه، هنمشي بالراحة بقى كده عشان مش طالبة، هي خرجت بره. يلا هو الجد اهو جالنا، الجد جالنا، مش هنلاقيها، هنلاقيها من مين ولا من مين؟ هنلاقيها من مين؟ عمالين رايحين جايين رايحين جايين. اما نطلع من البيت ازاي يا جماعة بدل انتوا قاعدين فيه كده على طول؟ بس منزلش ورانا، غريبة دي. يا لهوي هيخرج لها ولا هيناديلها ولا هيعمل معانا ايه؟ خرج خرج اهو خرج. نطلع احنا بقى بسرعة كده فوق، نطلع فوق هنا مفيش حاجة قلنا، نلحق نطلع بقى فوق بدل هما الاتنين تحت. نلحق نطلع فوق. الأوضة ديت هنا مفيهاش أي حاجة للمفتاح ده، ما فيهاش اي حاجه. اهي جت جت جت، ربنا يستر بقى نجري منها، نستخبى تحت الكنبة. يا ترى هتنزل، هتنزل تشوف، هتنزل تشوف، هتنزل تشوف. هموت هموت. A few moments later. بدأنا تاني من اول وجديد يا جماعة، بدأنا تاني من اول وجديد. بدينا بندور على اي حاجة تانية تخرجنا من البيت ده،
حب الطلق هنا والدولاب فاضي. ارحميني ارحميني، ما انا مت منك مره كده، انا مت على ايدها مره وعلى ايد الجد مره، ناقص الجد بقى. اهو مش قلتلكوا ناقص الجد؟ عمال يدور عليا، عمال يدور عليا، عايزين نهرب بس منهم كده الاول. مشكلة الواحد مش لاقي حاجة في البيت، يعني ما لقيناش غير مفتاح وكابل كهرباء. 1 hour later. طلعنا كده الدور اللي فوق نشوف اي حاجة. اه ده سرير، واحد بقى ينام لحد ما ينام ولا ايه اللي يحصل؟ في ايه؟ في ايه؟ الواحد شكله هينتحر بقى من هنا وخلاص، هينتحر وخلاص، ملهاش حل غير كده، الواحد يموت موتة شريفة. بص بيدور عليا، هو عمال يدور علينا. طب نعدي ازاي الناحية التانية؟ هي شكلها مش هنعرف نعدي الناحية التانية ولا ايه؟ هننزل تاني بالاسانسير، ننزل تاني ونشوف. ايوه دينا الخير. يا ست يا ست، اطلع لي فوق وانزل لي تحت عليك في وشي. انا مش هموت على غير على ايد الجد، هو الجد هو اللي هيموتني يا جماعه، هي باين عليها كده. ومش هنخرج من البيت دوت خالص، خلي بالكوا الجزء دوت يا جماعه صعب صعب صعب، ولازم ايه الواحد يبقى قلبه جامد فيه. اما نشوف بقى، نبص قبل ما نطلع عشان مش ناقصين. نطلع فوق تاني، نطلع الاوض بقى ديت ونشوف فيها ايه. ما فيهاش اي حاجة، ما مخبين الحاجة فيه. المفروض الواحد يلاقي اي درج، يلاقي فيه مفتاح، يلاقي فيه ايه ده؟ دي علبة كبريت، دي علبة كبريت يا جماعة للمدخنة. ها فاكرين؟ يبقى احنا عايزين نولعها، فما نولع يبقى عايزين خشب، عايزين نشوف خشب. ايه ده هنا ايه تاني بقى؟ برضو برضو عايزين. يا ست ارحميني. اهو اهو مش قلتلكوا الجد هو اللي هيموتني باين عليه؟ الجد لا، ده هما الاتنين كمان، ده هما الاتنين يا جماعة عايزين ايه؟ يخلصوا مني هما الاتنين. طب انا خليكوا بقى تخشوا كده وايه، اعمل فيكم مقلب حلو او انزل لكم انا من هنا، وننزل ونلحق نجري بقى، ناخد ديلنا في سناننا ونجري، نجري قبل ما ينزلوا لنا هما الاتنين، عايزين يخلصوا مني.